اهلا اعزائي المشاهدين، ارحب بكم اجمل ترحيب من واصل دراستنا في هذه الحلقه عن عزه المسيح الشهيره على الجبل اللي فيه بيعلمنا دستور ومبادئ واخلاقيات الملكوت. انا موجود في مجمع كفر نحوم. كفر نحوم كانت تعتبر وطن المسيح الثاني بعد ما ترك الناصره، كان يجول في كل هذه المناطق يعلم ويشفي ويكرز أيضا ببشارة الملكوت. هذا المجمع من القرن الخامس مبني على الأصلي اللي هي حجارته بازلتية، موجود ما زال الأساس حتى يومنا هذا. وهذه المنطقة كانت تعج بالسكان لأنه قريبة على طريق فيا مارس، طريق البحر، وكانت موقع استراتيجي مهم لأنه كل الناس كانت تيجي وتمر من خلال هذه المنطقة. في هذه الحلقة راح أتكلم عن الباب الضيق والباب الواسع. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل. قال يسوع: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون الذين يجدونهم. هذا التعليم عظيم جداً. الرب يسوع مش عم بيضيقها على الإنسان، لكن اللي بتعجبني في شخصية يسوع المسيح الأماني المطلقة والمصداقية التامة والشفافية بالتعليم والوضوح والطهارة والنقاوة في كل قول عم بيتكلم. مش عم بيتكلم حتى يجتذب السامعين لمجرد انفعالات عاطفية، لكن بيجتذب الجماهير بتعليمه لمقاصد أبدية. وهنا أحبائي بحطنا تحت اختيار وتحت قرار، وهذا هو التحدي الأعظم. التحدي الأعظم من اختيار وقرار، وهذا طبعا شيء مصيري جدا. قرار مصيري بيتعلق بحياة ومصير وأبدية الإنسان. هذا القرار طبعا بيتكلم أو بيربط إذا كانت علاقتك مع الله صحيحة أو غير صحيحة. خليني أقول لك، في الحاضر قرارك يؤثر على حياتك وبيأثر كمان على أبديتك، وأكيد اللي بيحتم مصيرك. فاليوم أنت أي قرار بتعمله فعلا بيعبر إذا أنت إنسان عم تتطلع للأبدية ولا مجرد ل عالم مؤقت زائف وزائل بعد قليل. أحبائي، هذا يعني من بداية الأيام. في أيام موسى في سفر التثنية قال موسى: قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة. كمان بنفس الإصحاح يقول: الخير والشر، فاختر. شوف النصيحة: فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك. وبعدين في خطبة يشوع الوداعية أمام شعب إسرائيل قال هذا التعبير: اختاروا لأنفسكم من تعبدون، إذا كان أي آلهة أخرى، لكن هو حسم الأمر، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يشوع إصحاح 24. في أيام إيليا كانت المملكة، مملكة إسرائيل، مرتدة عن عبادة الله الحي، فقال إيليا لجميع الشعب: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. احسم الأمر في حياتك. فأنا بصلي اليوم إنه قرارك يكون مثل ما فعلت مريم. وأما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. إخوتي وأخواتي، هذا القرار فعلاً بعبر عن هويتك، بعبر عن شخصيتك، بعبر عن ما أنت حقيقة وفعلاً.
فالمسيح يضع أمامنا الباب والطريق والمصير أيضا. بيتكلم عن بابين، باب واسع وباب ضيق. بيتكلم أنه أيضا أمامنا طريقان، الطريق الرحب والطريق الضيق. ثم أحبائي تنتظرنا نهايتان، الهلاك أو الحياة، الحياة الأبدية طبعا مقصود. وكأنه المسيح عم يعني بيخدنك بصورة إنه نشوف المجتمعات وهي الناس عم بتصير. الباب الواسع اللي هو بيؤدي إلى الطريق الرحب هو مكان مزدحم جدا، تعج بالجماهير الغفيرة لأنه يمكن فيه شوية أشجار والطريق ممهدة، وبعدين في وسع يعني واسع الأمر إنه الناس عم تمشي فيه بسهولة. وبصور لنا كمان الباب الثاني، باب ضيق عم بيأخذ مسالك يمكن متعرجة متعوجة وفيها طلعات وفيها صعوبات، لكن برضو في ناس قليلون عم بيمشوا في هذا الباب حتى يصلوا إلى الهدف وبيت القصيد اللي عم بينظروا لإله. أحبائي في سياق الحديث الرب بيتكلم عن الباب الواسع وبيحكي عن الأنبياء الكذبة وبيحكي عن الثمر يعني من ثمارهم تعرفونهم، بيتكلم عن التعاليم الكاذبة المزيفة المضللة للناس وعن أي نوع من الثمر. وأنا عاوز أتكلم في هذا الموضوع، فابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل. Jesus was, of course, the Jewish Messiah. He was the son of David and the son of Abraham. So a Messiah, which was a promise given to David, and the one through whom all the nations of the world would be blessed, which is the promise given to Abraham. Jesus came to fulfill the prophetic scriptures and to help his followers understand what the spirit of the law was all about. The law was something that was intended to bring people to recognition of the Messiah. So he's not a destroyer of tradition. He's a fulfiller of tradition, and he embraces it. حديثي طبعا عن الباب الضيق وعن الباب الواسع، وشفنا إنه سياق الحديث بيتكلم عن إنه نحترز نتنبه نحذر من الأنبياء الكذبة واللي واضح ببين من الثمر من ثمارهم تعرفونهم. وبيصل بيقول يعني ادخلوا من الباب الضيق. الأنبياء الكذبة طبعا بتسهل الحياة على الناس. مكتوب يسوع لما علم عن خبز الحياة في يوحنا 6 رجع كثيرون، كمان أعطى الفرصة إنه التلاميذ إذا عاوزين يتركوا. هذا شيء بيختلف عن اللي منشوفه في الأنبياء الآخرون. المسيح مش عم بيسهل الحياة. فالباب الضيق أحبائي هو باب فعلاً لازم تعمل قرار. والمسيح قال إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فالأنبياء لا سهلت، اتزوج والسماء كمان حلوة كتير لإلك، يعني من بعد ما تنبسط على الأرض السماء كمان حلوة فيها كل أنواع الملذات وكل أنواع المسرات من أنهار خمر وشرب وحليب ونساء وأولاد وإلى آخره، يعني كليا يتعارض مع أخلاقيات المسيح، كليا يتعارض مع قداسة الله. والغريب الجماهير مزدحمة ومش حاسة على نفسها، مخدرة وماشي من هذا الباب الرحب. فإذا الباب الرحب أحبائي هو باب سهل، طريق تظهر مستقيمة لكن عاقبتها الموت. هذا الباب هو طريق الخطايا والشهوات والملذات العالمية
والوعود الكاذبة من الأنبياء والوعود الكاذبة في أمور كثيرة إما بالحاضر أو بالمستقبل. لكن أحباء لما الإنسان بيكون مخدر ضميره وعينيه عمية بيوصف الكتاب الشارب أو الإنسان الشارب الإثم كالماء، يعني بيشرب الخطية والإثم كالماء. طريق السلام لم يعرفوه، الباب الواسع يؤدي إلى طريق رحب، سهل المسالك لكن للأسف النهاية مخيفة ويؤدي إلى الهلاك الأبدي أيضا. أما الباب الضيق والطريق الكرب هو بكل بساطة هو إيمانك بالله وطاعتك للوصية. الباب الضيق طبعا مفتوح فيك تفوت، زي ما منشوف السياح كل شوية بفوتوا من الأبواب في هذا المكان مفتوح، لكن هذا الباب يمكن 3-4 بيقدر يفوتوا مرة واحدة، لكن بتقدرش تدخل 10 منه. لكن بيدخل لازم يكون في طاعة. الباب الضيق طبعا له حدود واضحة، وخلينا نسمي هاي الحدود هي معاملات الله، هي إعلانات الله من خلال الوحي ومن خلال الإعلانات الكتابية اللي الله بحذرنا وبنبهنا إنه فعلا ننتبه ونحذر لحياتنا. طبعا المسيح مثل ما ذكرت يعني إن أراد أحد أن يكون تلميذ يعني لازم يتبع وصيته، بيتكلم إنه من لا يحمل صليبه فلا يستحقني، وهكذا بيتكلم عن الاضطهاد، بيتكلم مش عن طريق مفروشة في الورود. رح تواجه صعوبات، رح تواجه ألام، لكن في بركة وفي معية إلهية وفي حضور إلهي معك. قال يسوع المسيح في يوحنا 10:9: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. ففي بس ديانتين على فكرة في هالدنيا، وفي يعني طريقين في هذا الوجود، يا طريق بودي للجحيم يا طريق بودي للسماء. وفي ديانتين، إما ديانة الله بطريقة وإرادة ومعاملات الله، أو مظاهر التدين والديانات اللي هي خارجة عن إطار التعليم الكتابي. والكتاب طبعا بيحذرنا من هذا الموضوع. في باب ضيق في إنجيل لوقا مكتوب: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. هذا بيؤدي فينا إلى طريق حي حديث كرسه لنا المسيح بدمه. هذا هو الطريق للحرية الحقيقية، وهذا هو الطريق للسعادة الأبدية، وهذا هو الطريق للراحة والنعمة، وهذا الطريق اللي بتحس في حضور الله معاك كل يوم، بيصير معاك في هذا الطريق حتى يشجعك ويبنيك ويباركك. فأي باب بتختار، أي طريق وأي مصير بتختار، أنا بصلي من كل قلب إنك تختار الحياة اليوم. الرب يباركك. أهلا أعزائي المشاهدين، في النهاية أي باب بتختار، أي طريق بتختار، أي حياة بتختار، أي قرار بتصنعه اليوم، كل شيء بتصنعه اليوم بيأثر بحتم على مصيرك وعلى أبديتك. الباب الضيق يمكن تشايفه لمرحلة ضيق، لكن تخيل لما بتفوت السماء شو البهجة والفرح. الباب الوسيع أنت مش شايف أنه بعد فترة معينة في انزلاق، ولما بينزلق الإنسان لا رجوع إلى الوراء. اختر المسيح، اختر الحياة الأبدية، اختار السماء، اختار البركة، اختار الخير، اختار الحرية الحقيقية، اختار النعمة، واختار يسوع المسيح. الرب يباركك.